صراحه كيف تشوفي في الخطره ديال هادشي انا غتمشي تشوفي اول حاجه هو انه هاد الحديد هذا يعني شحال من واحد تخشالي الله يحفظ في رجله وشفنا شحال من اكسيدون هنا اللي خايبه يعني الناس راه ما بغاوش يشوفوا هاد الحاله هادي ما عرفناش علاش يديروا معنا بحال هكا لكن التيرانات اللي تيصاوبوهم تيجهزوهم احسن طريقه واحسن وسيله هاد التيران ما عرفش نهار صوبوه خلوه لينا نشوف حاله كيريتي شنو الملعب كيفاش يعني هاد الناس هذا راه الله يسمح لهم وصافي يعني ما بغاوش يشوفوا فينا ما عرفناش علاش واش حنا خصنا ضروري نبقاو نطلبوا على تيجي انتخابات باش يديروا معنا حنا ماشي ديال هذاك الشيء حنا الناس اللي لعبوا الكره هنا الحمد لله هاد الحي هذا ديال البرنوصي وديال المعاكز بالضبط خرج لعابه راه كبار راه معروف راه هشام اللويسي راه قادوم راه عبد الحق عسال راه كاينين دراري تبارك الله باقيين تيلعبوا اللي لعبوا الكره وجينيراسيون قديمه اللي حنا تنعرفوهم ولكن ما تفرجناش فيهم راه كاين بزاف ديال الناس ولكن باش تشوفوا ان التيران ولا بحال هاد الحاله هذه راه حشوم بالنسبه للدراري الصغار فين كيلعبوا؟ الدراري الصغار كيلعبوا هنا يا راه شحال من واحد تهرس تنقولوا شحال من واحد جرح يعني تمشي عند الناس مسؤولين تقول لك اليوم غدا ومشنا منهم حتى شي حاجه يعني غير وعود كاذبه وخلاصه تلقاو راه تيصدرونا بالعربيه تاع عرفت تيقول لك سير حتى الغدا بعد غدا حنا ما شفنا حتى شي حاجه تقريبا حنا عامين وحنا تنمشيو تنجيو دفعنا الشكايات ومشينا لجميع الوسائل الناس اللي تقربوا لهاد الناس هذو اللي قالوا لنا فيه غتمشي وما داروا معنا حتى شي حاجه بس انا نتمنى من الله يسمعوا لينا حنا ما بغينا حتى شي حاجه اجي شوفوا الدراري الصغار فين يلعب حشومة الدراري الصغار يلعبوا بحال هكا في التراب وبالعشيه تيولي حاله اخرى تيولي عباد الله هنا تجي تبغي تتبات فيه هنايا راه حشومة وعيب وعار هذا ما بقاش خصنا نديروا فيه لوطيل ويتهناو بالنسبه للوضعيه ديال الملعب ملعب كارثي والدراري زعما الشباب اللي تيبغي يلعبوا داك الشيء خصوصا الدراري الصغار ما تيلقاوش فين يلعبوا والمشكله ان راه دايره تقريبا مده ديال سنتين والملعب بهذه الحاله هذه وطرقنا بزاف ديال الابواب مشينا عند مسؤولين الناس هنا في الجمعيات مشاو عند مسؤولين بزاف ولكن راه حتى بادره ما وقعات وبقى الحاله ديالو كما هي وتيجيو بزاف ديال الجمعيات تيلعبوا هنا دراري صغار وداك الشيء ولكن مساكن الدراري تيطيحوا وتيوقع لهم بزاف ديال المشاكل الله يحفظ راه كاين كاع اللي توعد شي توعيته خايبه وباقي الحاله كما هي يعني الجمعيات هنا طرقوا ابواب بزاف وتا بادره ما وقعات وباقي الحال على ما هو عليه زعما الدراري الصغار مقصيين هاد التيران هاد الحاله هادي والله الا حشومه عيب وهادشي اللي غادي نقدر نقول لكم انا كنقولوا هادوك الناس المسؤولين الا كانوا غيصوبوا هاد التيران باش هادوك الدراري الصغار تا هما ما يضيعوش